فيفا بيهدد منتخب مصر بحرمانه من حرم المشاركة في كأس العالم 2026. كمل الفيديو للآخر عشان تعرف الأسباب. في مدنية متراكمة على الاتحاد المصري لصالح شركة ماتش وورلد، وده ممكن يمنع الفراعنة من المشاركة في كأس العالم 2026، وده اللي هتتلعب في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وده معناه إن صلاح هيقضي صيف 2026 في بيته وبقية النجوم هينافسوا على البطولة. شركة ماتش وورلد السويسرية ليها مستحقات مالية واللي الاتحاد المصري ما سددهاش من ديسمبر 2023، والشركة آخر ما يأست لجأت للفيفا وقالت إن الاتحاد المصري انتهك القواعد وشروط الاتفاق وما سددش مستحقات تنظيم المباراة الودية بين مصر وبلجيكا، ودي اللي كانت في الكويت 2022 بناء على طلب الاتحاد، ودخلها لجنة الانضباط تفرض غرامة على الاتحاد المصري في 2024، وفرضوا غرامة تانية في 19 أغسطس اللي فات، وحددوا للاتحاد 30 يوم عشان يسددوا المديونية دي، وقال لها هيحرموا المنتخب في المشاركة في كأس العالم في حالة الصعود إن شاء الله. والخطاب اللي جه من الفيفا للاتحاد فيه حكم نهائي من لجنة الانضباط بتغريم الاتحاد 250 ألف دولار و 30 ألف فرنك سويسري، وده لصالح شركة ماتش وورلد يعني حوالي 14 مليون جنيه. بعدها تواصلنا مع عضو اتحاد الكورة محمد أبو الوفا وقال لنا إن الأزمة في طريقها للحل وهيتم تسوية كل المستحقات، وكمان بيسعوا إنهم يتخلصوا من الأزمة دي قبل المدة القانونية ما تخلص. ودي كانت تفاصيل أزمة الفيفا واتحاد الكورة المصري، قول لنا رأيكم في الكومنتس.